أهلا بيكم ومواقع مجانية بتقدم خدمات أو مصادر لصانع الفيديو وصانع الأفلام. معانا الموقع اللي هو الفري ستوك فيديو فوتج، وده بيقدم مجموعة كبيرة جدا من الفيديوهات المجانية اللي انت تقدر ان انت تنزلها، ويعني مجرد ما بتقف بالماوس عليها كده زي ما انتم شايفين بيعرض لك ثواني من المحتوى اللي موجود، سواء كان تايم لابس او حيوانات او حتى شطات انيميشن. انت تقدر تنزل الفيديوهات دي، تستخدمها ببساطة جدا جوه المواقع اللي محتاجها، ويعني اغلب الحاجات. وفي هنا نوعين من اللايسنس او الترخيص للاستخدام، انت عندك الستاندرد لايسنس اللي بيسمح لك ان انت تداونلود الكليبس دي فور فري وتشتغل بيها في اي مشروع. الحاجة الوحيدة انك انت ما ترفعش الكليبس دي في مكان تاني وتقدمها للناس تعمل لها داونلود، وما بتحتاجش حتى ان انت تعمل كريدت لصانع الفيديو او اي حاجة. النوع التاني من اللايسنس عندك الكرياتيف كومون 3، ودي لايسنس انك انت تستخدم كليبات اللي هي مدرجة تحت اللايسنس دي في اي مشروع، بس محتاج ان انت تقدم الكريدت او تذكر اسم صانع الفيديو اللي هتلاقيه موجود في المواقع، اللي هتلاقيه موجود في الفيديوهات، وانت يعني ما فيش اي مشكلة في ده. طبعا مش عايزين ننسى برضو ان الموقع ده فري ستوك فيديو فوتج، مش بس للفوتج، انت عندك موشن جرافيكس وعندك مزيكا وعندك ساوند افكتس، يعني الموضوع كبير جدا وتقدر تستخدمه بكل بساطة. او مثلا هنا بيقول لك all projects and media، يعني ببساطة انت تقدر تعمل free download وتنزل الفيديو ده وتستخدمه من غير ما تحتاج ان انت تذكر صانع الفيديو. عندك برضو الموشن جرافيكس، كل ده في الفري ستوك فيديو فوتج اللي بيقدم لك كتير قوي من الفيديوهات والخدمات. عندك اهو زي ما انتم شايفين في كاونت داون، في زوم ان على الارض، في تفاصيل كتيرة قوي تقدر ان انت تستخدمها. عندك موسيقى، مجرد ما بتقف زي ما انتم شايفين كده، مجرد ما بتقف بالماوس على التراك عندك ساوند افكتس. زي ما شرحنا اللايسنس موجودة هنا، ادي اللايسنس. لو انت لقيتها كرياتيف كومون 3 يبقى انت في الحالة دي هتذكر بس اسم صانع الفيديو ومفيش اي مشكلة. والموقع برضو انا هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن.